السيدات والسادة، دمتم طاب الله مساءكم بكل خير. نحييكم من الفضاء التشادية من أنجمينا، ونقدم لحضراتكم النشرة الإخبارية العربية لهذه الأمسية. قدم صباح اليوم كل من سفير جمهورية مالي الجديد وسفير دولة الإمارات العربية المتحدة أوراق اعتمادهما لفخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي تنو كسفيرين لبلديهما لدى جمهورية تشاد. كانت المناسبة بحضور أمينة الدولة بوزارة الشؤون الخارجية السيدة حواء عثمان جامع وعدد من معاوني رئيس الجمهورية. تقرير زميل الحبيب حامد محمد. يأتي تقديم أوراق اعتماد سفير جمهورية مالي الجديد لدى البلاد بعد زيارة الأخوية والعملية التي قام بها رئيس جمهورية مالي إبراهيم بوبكر كيتا إلى البلاد خلال الأسبوع الماضي، والتي تمخض عنها إعلان وزارة الخارجية التشادية عن قرار حرية تنقل الأفراد والممتلكات ودخول الماليين إلى تشاد دون تأشيرة. وهذه البادرة تعتبر ردا متميزا وصادقا للرئيس كيتا في نواياه العظيمة من أجل تعميق العلاقات بين باماكو وأنجمينا. والسفير الجديد لجمهورية مالي لدى البلاد هو الجنرال غاساما ساديو، سفير مفوض فوق العادة ومطلق الصلاحية لبلاده في تشاد مع إقامة دائمة في العاصمة أنجمينا، ويعتبر أول رئيس بعثة دبلوماسية مالية في تشاد. وتشاد وجمهورية مالي تربطهما علاقات وثيقة تتداخل فيها رابط العرق والدم والتاريخ المشترك. تقديم أوراق الاعتماد تحولت إلى جلسة جمعت السفير المالي الجديد وفخامة رئيس الجمهورية، وتناولت مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين وفي شتى المجالات، لا سيما تشاد ومالي يتقاسمان أهدافا مشتركة وهما عضوتان في مجموعة الدول الساحلية الخمس، وكذلك منظمة السلس ومنظمة تجمع دول الساحل والصحراء. المقابلة كانت بحضور أمينة الدولة في العلاقات الخارجية والتكامل الأفريقي والتعاون الدولي الدكتورة حواء عثمان جامع، والأمين العام لرئاسة الجمهورية ناجوم ياماسوم، ومدير المكتب المدني لفخامة رئيس الجمهورية السيد عيسى علي طاهر. وعقب المقابلة قال الجنرال غاساما ساديو: أنا فخور جدا كوني أول سفير لبلدي في تشاد، وأبذل قصارى جهدي في تعميق العلاقات بين البلدين، وأعمل أيضا في تحقيق ما يصبو إليه الرئيسين إدريس ديبي إتنو ونظيره بوبكر كيتا من أجل رفاهية الشعبين الشقيقين في القارة الأفريقية بشكل عام وفي دول المجموعة الساحلية الخمس على وجه الخصوص. أما السفير الثاني والذي قدم أوراق اعتماده لفخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو فهو معالي السفير محمد الشامسي، وهو أول سفير مفوض فوق العادة ومطلق الصلاحية لدولة الإمارات العربية المتحدة في تشاد مع إقامة دائمة في العاصمة أنجمينا. تقديم أوراق الاعتماد تبعتها مقابلة جمعت السفير الجديد السيد محمد الشامس وفخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو. نقل خلالها الشامسي شكر وتقدير وعرفان كل من سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ونائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة سمو الشيخ محمد بن راشد وولي عهد أبو ظبي ونائب القائد العام للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد. دولة الإمارات العربية المتحدة وتشاد تربطهما علاقات قوية في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، ويتقاسمان أهدافا مشتركة وخاصة قضايا التنمية ورفاهية الشعبين الشقيقين. وقد قام فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو خلال الشهور الماضية بزيارة أخوية وعملية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، التقى خلالها سمو الشيخ محمد بن زايد وعدد من المسؤولين في دولة الإمارات العربية المتحدة. ولعبت دولة الإمارات العربية المتحدة دورا بارزا وكبيرا خلال الطاولة المستديرة لحشد الدعم للبرنامج الوطني للتنمية في تشاد والذي احتضنته العاصمة الفرنسية باريس بداية شهر سبتمبر الجاري. كما نظمت دولة الإمارات العربية المتحدة طاولة مماثلة لحشد الدعم للبرنامج الوطني للتنمية في تشاد في مدينة أبوظبي في نفس الأسبوع، وهذا يؤكد ويبرهن النوايا الصادقة للقيادتين في ربط أواصر الأخوة والصداقة والتاريخ والأهداف المشتركة. السفير الجديد لدولة الإمارات العربية المتحدة في تشاد عقب خروجه من المقابلة أكد على حرصه الشديد في تفعيل كل الاتفاقيات المبرمة بين تشاد ودولة الإمارات العربية المتحدة، وقال أنه سيبذل قصارى جهوده من أجل تحقيق التنمية الشاملة في تشاد. طبعا أنا أتشرف أن أكون أول سفير وأمثل رئيس الدولة ودولة الإمارات في جمهورية تشاد. في حقيقة الأمر أنا من السفراء اللي محظوظين بهذا الشيء،
لأن علاقة فخامة الرئيس إدريس ديبي رأس الدولة مع القيادة السياسية في دولة الإمارات، أخي سمو الشيخ خليفة بن زايد رئيس الدولة، ونائب رئيس الدولة سمو الشيخ محمد بن راشد، وسيدي الشيخ محمد بن زايد ولي العهد ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حقيقة الأمر جعلت وفرت عليه كثير من الأرضية الأساسية في خلق علاقات ثنائية قوية بين دولة الإمارات. حقيقة الأمر يعني الوظيفة الأساسية اللي يعمل فيها كسفير دولة الإمارات هنا هي توثيق العلاقات الثنائية بتوجيهات من القيادة السياسية في دولة الإمارات على المستوى السياسي والاقتصادي وأيضا على المستوى الاجتماعي. حقيقة الأمر أيضا نحن شاركنا في مؤتمر باريس بدعوة من الجمهورية تشاد، وقامت دولة الإمارات برصد مبلغ 150 مليون دولار لدعم الاقتصاد التشادي. أيضا عقبها مباشرة مؤتمر في دولة الإمارات، هذا المؤتمر هو مؤتمر استثماري بين دولة الإمارات وجمهورية تشاد، وكانت النتائج جدا مبهرة. صندوق أبوظبي للتنمية بتوجيهات من الحكومة الرشيدة والقيادة الرشيدة في دولة الإمارات خصص 50 مليون دولار لدعم الشركات الإماراتية التي تعمل تحفيزها في عمل مشاريع في جمهورية تشاد. ونعتقد أن هذه الإجراءات والخطة الوطنية اللي استعرضت جمهورية تشاد بتساعد على خلق فرص عمل كثيرة، انعاش الاقتصاد في جمهورية تشاد، جلب استثمارات كبيرة في جمهورية تشاد. هناك توجيهات من سيدي ولي العهد الشيخ محمد بن زايد والرئيس ديبي، أيضا أخيه الرئيس ديبي، أن نعمل بكل جهد واجتهاد لتطوير واستقرار جمهورية تشاد على جميع الأصعدة. هذا وحضر المقابلة أمينة الدولة في العلاقات الخارجية والتكامل الأفريقي والتعاون الدولي حواء عثمان جامع، والأمين العام برئاسة الجمهورية ناجوم ياماسوم، ومدير المكتب المدني لرئيس الجمهورية السيد عيسى علي طاهر.